صفا، هنداش، حنان، ونور، ونورس. أجمل أجمل، خلي الناس تحبك زي ما أنت. وراء كل امرأة عظيمة جيش من النساء. لوثة مش صوت معين ولا لبس معين ولا طريقة حكي معينة. أنا جميلة بطريقتي، أنتي جميلة بطريقتك. إحنا جايين عشان غرض ما. كلنا بنخش في مراحل صعبة في الحياة. صوتك كتير عالي لبنت. أنتي لازم تكملي حياتك ترضي بأي شيء وما تاخذي القرار. المجتمع حاط لنا توقعات. الناس كانوا جدا قاسيين. كان في ممانعة من أهلي. لا ما فيك تعملي هيك شيء. كلهم قالوا لي لا. ترى تخنتي. بس لو شوية. ضعفتي. ضيعت هويتي لفترة. وهذا المرحلة أنا مريت فيها. أطفال أطفال حتى سموا أطفالي. في تحديات، في حاجات كثيرة جدا. وش رأيك؟ هي التعليقات هي اللي بتقوينا وبتخلي عزيمتنا اقوى وبتخلينا نكمل. ردي ردي. لانه انا بعرف حالي وانت بتعرفي حالك اكثر من هدول العالم. ما تخلوا عن حلمكم. بنهايه هالتجربه انت قويه بتقدرين تحققين حلم كثير مميز.